انت يا منيره. ايوه دكتور بهجه، انا اسفه جدا، اسفه قوي ان انا فقدت اعصابي وكلمت قدامك بالعصبيه دي. لا بالعكس يا طنط، حضرتك يعني كلامك مظبوط، هو ابنك فعلا تربيته زباله. هو فعلا زباله بس ما يصحش، اصله ابني يعني. لا ما اقصدش طبعا، انا اقصد يعني الجمال والشياكه دول خلفوا الزباله دي. تمام، انتوا اتفقتوا خلاص ان انا زباله، ممكن بقى نشوف البلوه اللي عندنا جوه دي هنعمل فيها ايه؟ لا يا حبيبي، انزل شوف الناس اللي مراتك ضربتهم بالعربيه قبل ما يكسروا المستشفى على دماغنا. شوف يا سعاده الباشا، انا لسه بس افتح بقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وما بعتش ولا كوز بطاطا، قوم لقيت المدام بتاعه حضرتك داخله بالعربيه زي التوربيد على سرعه 425 كيلو في الساعه، راحت مطيره العربيه بالفور بالراديو الترانزستور اللي كنت بسمع عليه الاف ام. على فكره بقى بهجت، الراجل ده نصاب وما كانش واقف وقت الحادثه. سلطان مين بيفتكر يعني حصل ايه ساعه الحادثه؟ كام يا ريس؟ يا باشا الفلوس مش كل حاجه، انا كل اللي يهمني صحه المدام. لخص كام؟ 15 يا باشا. 15 جنيه ليه؟ هو الكوز واقف عليه بكام؟ 15 جنيه يا باشا، انا اقصد 15000 جنيه. نهار اسود، 15000 جنيه يا بهجه. ادفع. انت مجنون يا بهجه؟ ادفع. ادفع، احنا عندنا قصه وهم ما يتلم. ادفع. امر الله. امري لا اسالك رد القضاء ولا اكني اسالك اللطف فيه. اسمك بتاع البطاطا ايه؟ يا عم اكتب بتاع البطاطا وخلاص. ايوه بس امسك. مرضي يا ريس؟ انا عن نفسي مرضي. شوفوا بقى بتاع غزل البني، ولسه بحط الزماره ببقي، ما دريتش بنفسي غير وانا على الارض والبضاعه بتفرقع. بوم بوم. بيعمل ازاي؟ بوم بوم. ليه يا ابني انت بتبيع قنابل؟ لا ما هي الاكياس، لو انت بتلاحظ اكياس غزل البني بتبقى مضغوطه كده بشكل معين، فهي مع صوت الفرقعه تعمل. تمام. كام؟ الفلوس مش كل حاجه، المهم صحة المدام مش الفلوس. كام؟ 3000 جنيه. يا نهار اسود، 3000 جنيه في غزل بنات؟ ما هو عشان غزل بنات، هو سكر، غزل بنات يعني السكر. برضه 3000 جنيه كتير يا بهجة. السكر بكام دلوقتي؟ ادفع بقى، ادفع بقى، احنا عندنا هم ما يتلم. 3000 جنيه ازاي يا بهجة؟ معلش. اسمك بتاع غزل البنات ايه؟ يا ابني اكتب غزل بنات وخلاص، ده كده كده هيتقبض عليه قبل ما يصرف. اكتب. ماشي. يلا. امسك يا ابني. مرضي؟ أنا عن نفسي مرضي، شوفوا بقى بتاع معرض السيارات. وفجأة لقيتها داخلة عليا المعرض، عربياتي مركونة، والواد مطوقها في فوطة زفرة تقولش ألماظ، وهوب لقيتها داخلة على البيكانتو. يا نهار أسود، ده البيكانتو بقت بربع مليون جنيه. يا لهوي يامه. فادتها يا أستاذ. طب الحمد لله، وقعت قلبي يا حاج. ودخلت على العربية البي إم إكس 5 الجديدة. ما دخلتش في البيكانتو ليه؟ ما دخلتش في البيكانتو ليه يا باشا؟ هي فادت البيكانتو وانت اللي لبست. الوش في الوش يا باشا. بص اهدى اهدى. ها؟ هات بقى دفتر الشيكات. تاني؟ وما تستغربش خالص. تاني يا جد؟ هتزعل. هات. يا لهوي. مش هبص. عارف تمنها كام؟ ما هي الهاي لاين اللي هي جنود سبور وفتحت سقف. الفئة العالية يا باشا. طب بص ده شيك على بياض. اكتب انت بقى الرقم اللي يعجبك. مرضي؟ الله. مين فيكم جوز المدام؟ ايه؟ كام؟ لا حضرتك انا الدكتور. ايه دخلت في غرفه الانعاش كسرتها؟ يا فندم المدام هربت ومش لاقيينها. احسن في 60 داهيه يا ابني، احسن ايه دي ممكن تعمل مصيبه. تعال تعال نلحقها بسرعه.